بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان، معاكم أم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الليمون المخلل بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وإزاي إن احنا نستخدموه، وليه طرق كتير. طبعا السفرة ما تستغناش عن الليمون المخلل ولا المخللات. طبعا ده حلو جدا في البيتزات، نحطوه مع البيتزا مع الزيتون على البيتزا، وحلو جدا في نحشو بيه الحواوشي. طبعا جميل جدا وكله فيتامينات ومضاد حيوي، وخصوصا في الايام دي لان منتشر البرد جدا في اليومين دول. مكوناتنا عبارة عن ليمون، حبة البركة، كركم، هريسة شطة، ربع كوباية خل، ومن كل نوع من ده معلقة، ومعايا 4 قرون فلفل متقطع كده، وان كان عندك متوفر قرون شطه يمشي الحال، بس انا عملت مكانها هريسه شطه حراقه جدا. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان خاطر احط الليمون ده عليه ميه، واحطه على البوتاجاز يغلي لمده 10 دقايق، من 8 ل10 دقايق. انا حطيت الليمون في الحله كده، هزوده ميه بقى كده، واحطه بقى على عين البوتاجاز لمده من 8 ل10 دقايق. مش هخليه ينهري قوي، هخليه 3/4 سوا عشان ياخد بقيه السوا في التخليل ان شاء الله. هحطه على البوتاجاز بقى، ولما المده تعدي هرجع لكم ان شاء الله عشان اكمل بقيه الطريقه. انا جهزت الليمون اهوت، سلقته وسبته لما برد كده بقى بالشكل ده، اهوت ليمون طري اهوت، بياخد وقت برضو في التخليل، مش اهو كده مفتوح اهو، بيبقى طري كده تمام. وسبت لما هدا كده وبرد، اجهز بقى المحلول اللي هيتحط فيه المخلل. معايا ميه اهيت كانت مغليه قبل كده وسبتها لما بردت، ده حوالي رتل ميه بالشكل ده، وكل رتل ميه 4 معالق ملح، 2 3 4. احط بقى كل المكونات ديت عليه، الشطة، هريسة الشطة والخل وحبة البركة والكركم. اقلب بقى كده كويس، واحط عليها كمان معلقه سكر بالشكل ده كده. اركنه بقى على جنب كده، وابدا احط بقى الايه البرطمانات اهيت، هبدا احط بقى الليمون بالشكل ده. حط بقى فلفل، عندك شطه اوكي بتبقى جميله جدا وتخليها كريسبي وطعمها حلو. عندي شطة كنت حطيت، الليمون ده في البيت بيبقى جميل والولاد بتحبه خالص، لما بعمله بالطريقه ديت الولاد بتحطه بقى على البيتزا بيبقى حلو مع خلطه البيتزا مع الزيتون، يعني المخلل بدل ما تحطي زيتون بس بيبقى بنقطعه ليمون كده ونحطه على البيتزا او الحواوشي، بيخليها لها طعم تاني.
بعد ما عبينا البرطمانات بتاعتنا هجيب بقى الخليط بتاع ده احط كده احط بقى شويه زيت على الوش كده عشان خاطر ما تعملش ريم ابيض. ايه رايكم بقى في مخلل الليمون؟ مفيش اسهل من كده بقى. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه، واعتمديها واعملها على طول وانت مش هتندم ان شاء الله. انا بعملها على طول بالطريقه ديت، البرطمانات بتتاكل الاكل. بسم الله ما شاء الله تعمليها والف صحه وهنا يا رب على قلبكم. دي بقى تستنى ما هو مخلل كده يتاكل بعد اسبوع ولا 10 ايام. تطلعي بقى تفتحي البرطمان بعد ما اقفله بقى طبعا كويس باحكام، يعني افتح بقى عليه وتشمي الريحه بقى تلاقي الريحه الحلوه مقابلاكي كده. ان شاء الله باذن الله تعمليها وتاكليه بالف هنا. بيتاكل وبيبقى طعمه جميل جدا وطبعا وسهل وسريع ومفيش اسهل من كده بقى طريقه. ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو ودعم منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا البرطمان اهوت، أنا سبته بعد 10 أيام، هفتح عليه بقى ونشوفه مع بعض شكله ايه. طبعا الريحة طبعا مقابلاني جميلة جدا، والليمون اهوت بسم الله ما شاء الله. شكل الليمون عامل ازاي؟ جميل قوي قوي وريحته جميله، والفلفل كمان اهوت انا كنت حاطاه معاه. حاجة جميلة جدا، ومفيش احسن من لما تعملي اي حاجة في بيتك تبقى جميلة كده وريحتها حلوة كده. ما تنسنيش بقى بضعة حلوة كده ما تعملي الطريقة دي وتجربيها ان شاء الله بإذن الله. ما تنسنيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة اول باول، وتكوني اول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك تعمل منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.